خلينا نروح لواحد برضو من نجوم النادي الاهلي السابقين، كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي السابق، واخد رايه برضو في المباراه القادمه. كابتن احمد تحياتي يا كابتن. ازيك يا روح؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبار اخبارك ايه؟ الشغل كله ايه؟ كويس؟ اخبار الشغل ايه؟ قول لي طمنا عليك. اهو كيما في اخبار مصر ايه؟ والله، عندنا ماتش بكره بعد بكره ان شاء الله. هتلعبوا مين؟ هنلاعب الاهلي. انتوا لعبتوا كام ماتش حتى الان يا كابتن؟ لعبنا ماتشين، ماتشين. كسبنا الماتش الاولاني المدينه في المدينه، والماتش اللي فات كان المقاصه تعادلنا 1-1. ماتشات مجموعة الصعيد صعبة دايما. جدا صعبة جدا، يعني صعبة جدا. اتمنى لكم التوفيق يا كابتن ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله. ربنا رأيك في يخليك. الماتش اللي جاي، وهل دايما احنا دايما بنقول ان الحالة الفنية بتفرق بالنسبة لأي فريق، لكن في المباراة دي بالذات ما بتتحسبش، يعني بيبقى الشكل الفني يوميها حالة اللعيبة نفسها في اليوم ده، الأهلي والزمالك، شايف برضو دي الأمور دي ممكن تمشي في المباراة القادمة كابتن؟ طبعا يا فاروق، خلي بالك، هي مش ما تفرقش الاهلي والزمالك الحاله الفنيه بتاعته عامله ازاي. ممكن الاهلي يبقى الحاله الفنيه الفتره اللي فاتت ماشي مستوى عالي جدا، مش مقياس يعني. ونادي الزمالك نفس الكلام، هي بترجع لشخصيه اللعيب نفسه، اللي هم اللعيبه بتاعت الاهلي او الزمالك. اللعيب بالظبط عايز ايه بالظبط، اداؤه في الملعب. تاني حاجه، ده ماتش بطوله يا فاروق، ماتش يعني دي في اكسترا تايم، وماتش صعب جدا، فاكيد الجيم هيبقى مقفول بشكل كبير. يعني مفيش مدير فني هيخاطر في الاثنين، بالذات انت عندك الراجل فريرا عنده بقى تجربه بقاله كتير جدا مع نادي الزمالك، عنده مميزات كتير. اللي هو بيوظف اللعيبه حتى في اماكن غير اماكنها بشكل كويس، اللي هم حتى الصغيرين عاملين معاه فارق. عندك الراجل النادي الاهلي لسه راجل اول ماتش ليه قمه، صحيح. فالامور هتبقى مختلفه شويه معاه. بس الراجل انا مستبشر بيه جدا. الراجل صراحه يعني الفتره اللي فاتت، انا بحب المدير الفني يا فاروق اللي عنده شخصيه. فالراجل النادي الاهلي شغال بشكل كويس، بيعمل الفتره اللي فاتت حتى عنده سمات موجوده، بيعمل ضغط عالي من اول الملعب حتى ماتش. شوف المعدلات اللياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي قدام الاسماعيلي كانت عامله ازاي، الماتشات اللي فاتت شكلها عامل ازاي، بيعمل رتم سريع، كان في رتم سريع موجود في النادي الاهلي. فانا شايف المباراه صعبه على الفريقين طبعا. يمكن نادي الزمالك الى حد ما التشكيله الخاصه بيه يا كابتن احمد يعني معروف شويه حتى الان، يمكن النادي الاهلي الكلام كتير عن البديل الخاص بديانج، في نفس الوقت الجزء الهجومي في كلام برضو في بعض التغييرات. كابتن احمد بيشوف الافضل بالنسبه ليه بعد يعني طبعا اصابه ديانج مين البديل بالنسبه له، والجزء الهجومي مين الافضل عشان يلعب، عشان يبقى فيه قوه هجوميه قويه في المباراه دي يا كابتن بالنسبه للاهلي؟ لا هو بص يا فاروق، هو اكيد ديانج هيبقى موجود، عمرو السوليه طبعا اكيد. يعني انت حتى بتشوف الفتره اللي فاتت، هو اللي كان السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كلها موجودين الثلاثه اللي كانوا عندهم اجهاد بشكل كبير جدا، كان عمرو السوليه وحمدي فتحي وقال ديانج عشان مشاركتهم بسباق السيتي. فانا شايف عمرو السوليه هيبقى موجود طبعا من اول اللقاء، هو وحمدي فتحي طبعا. كان في تفكير يا كابتن كلام ان اكرم توفيق يخش ويبقى كريم فؤاد وتبقى ده الشكل يعني. لا بالعكس، خلي بالك يا فاروق، هو راجل برضك، هو راجل العزاكي مش هيقدر يخاطر من اول الماتش، مش هيفتح الجيم بشكل كبير، بالذات اللي انا عندي مثلا نحو حد قافل لي الثغره اللي كانت ناحيه اليمين موجوده في النادي الاهلي. فليه انا دلوقتي بدل ما يكون عندي مكانين، ما لا ما انا عندي مشكله في مكان واحد، مش مشكله كمان، انا عندي الراجل ده بيلعب في مكان، عمرو السوليه ده راجل اساسي في مكانه، واكرم توفيق بيلعب قافل لي ناحيه اليمين. بالذات انت عندك النادي الزمالك مميز في الحته دي، احمد فتوح عنده بيشتغل فيها، ممكن تلاقي زيزو محطوط موجود فيها. فانا ليه العب يعني كده، هبقى عامل ثغرتين موجودين يا فاروق. فانا شايف عمرو السوليه هو اللي هيبقى ليه تواجد طبعا. الحته اللي انت بتتكلم عليها الثانيه اللي هي الخطه الهجوميه، يعني الحته الهجوميه اللي هي مكان راس حربه اللي انت بتقول مثلا شريف او شادي، او حتى انا بتكلم تحت الرصاصات الحربه كابتن، يعني سواء ببرونو سافيو ولا طاهر لا هو يعني ممكن كده برونو او قفشه. هو لا انا شايف ممكن هو بيدي برونو سافيو الفتره اللي فاتت كلها، هي مش تخرج عن برونو سافيو يعني، هو موجود. او ممكن يحط طاهر، محمد طاهر، بس انت خلي بالك هو بيعتمد على طاهر بشكل الفتره اللي فاتت بشكل كبير، بس بعد الايقاف دوت يعني ممكن الموضوع يبقى يعني برونو هو ممكن. هو ما فيش ايقاف يعني بالنسبه له في الماتش ده يا كابتن يعني. انا عارف دي مسابقه ودي مسابقه طبعا يا فاروق، بس انا بتكلمك اللي هو ممكن الراجل يرجح يعني فابيو، بقى له فتره شغال بشكل كويس وجديد، الناس مش حافظينه، فممكن يشتغل بيه من اول الماتش. النقطه الثانيه اللي هي شادي حسين انا شايف شادي حسين 90% هو اللي يبدا، يعني هو الفتره اللي فاتت هو اللي بلغه الكوره كده هو اللي راكب، هو اللي شغال كويس، اخر حاجه هو الهدف هو اللي جايبه يعني. هو بعد مجهود اللي عمله طبعا كريم فؤاد عملها بشكل كويس، فانت بتستغل الحاله بتاعته اللي هو حالته الفوقان بتاعته، شغال بشكل كويس. حتى الماتش اللي فات جات له واحده برضك لو انت تاخد بالك فاروق، اللي جات له واحده راحت في بوسطه الناحيه الثانيه، كان المفروض تعمل وان تو راح شريطها، الناس كلها اتفاجئت، احنا اتفاجئنا كمان.
فانا شايف شادي حسين هو الفتره دي هو المحطه، التركيز كله موجود عنده يعني. طيب خليني اسالك كابتن، يعني دايما احنا بنفهم بقى اللعيبه من نظرتهم ولون الجلد حتى وانت بتلعب الماتش قبليها كده في السلام الوطني، و هل في اليوم ده تقدر تحدد الاهلي يكسب او ما يكسبش؟ في ناس يقول لك انا اقدر، انا كنت كابتن وليد صلاح الدين مثلا يعني كنت قاعد معايا يقول لك بص احنا هنكسب الماتش ده عشان انا شايف في عيون اللعيبه التانيه ممكن بعض الخوف او بعض لا يا فاروق، مش شرط، مش مش شرط الاهلي الحاجه دي. والزمالك. ها لا لا مش شرط خالص، الاهلي والزمالك وانت بتشوف الفترات، هي زي ما قلت لك اول الكلام يا فاروق، الشخصيه بتاعت اللعيب والهدوء بتاعه والثقه اللي عنده اللي هي موجوده. الناس لعبت كتير، عنصر الخبره هنا موجود وهنا متوفر وهنا متوفر، بس هو منتخب مصر، فصعب جدا ان انت تحكم في ماتش زي كده. وزي ما قلت لك المديرين الفنيين هيبقى شغل التكتيك يا فاروق هيبقى اقوى يعني. الماتش ده انا شايفه من ناحيه فريدة، مدرب تكتيك عنده عالي جدا، والراجل برضه كان الاهلي راجل شغال بشكل كويس جدا، هادي قافل على الفرقه بشكل مميز، فشايف الموضوع هيبقى مختلف يعني. الماتش مش هيبقى مفتوح زي ما الناس كلها متوقعه، لا الماتش هيبقى مقفول جدا. اللي هيحل لك الموضوع ده كله المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه، اللي هي الفروق الفنيه اللي موجوده، اللعيبه اللي هي صاحبه المراره، اللي صاحبه المهاره وصاحبه الشخصيه، اللي هي صحيح. عندها حلول فرديه هي طب اللي تقدر مين تنجح يا فيها. كابتن تشوفه ممكن لو من النادي الاهلي ممكن يبقى هو النجم اللي ممكن يبقى يعمل الفارق في ماتش زي ده؟ دايما بيبقى فيه كده لاعب بيبقى فيه توقع ان هو اللي يبقى يعمل الفارق للفريق. لا انا شايف هو اكيد شادي حسين من الفتره اللي فاتت شادي. يعني، الفتره اللي فاتت هو اللي بادئ بشكل كويس، عنده البادره وجريء، بيروح بالكوره بشغل بشكل كويس جدا على الجول كمان، يعني ممكن يجيب هدف في اي حته في الملعب يعني. خلي بالك شادي عنده الميزه اللي بيلف في اي اتجاه، ممكن يشوط يعني، ممكن يلف يشوط في اتجاه صحيح، ده، وممكن بيشتغل وعنده بشكل دريبلين كويس كمان يقدر يشتغل ياخد الكرة ويروح، وقوي عنده كمان. الميزة هو دي. راجل، هو عنده هو راجل شغال محطه بره على الاطراف زي ما انت قلت بشكل كويس، بس هو البوكس في البوكس ليه ما قلتش يعني. سافيو يا كابتن مثلا؟ سافيو انا برضه خلي بالك، سافيو برضك يعني هو لسه ما شافش يعني، او التاقلم بتاعه بشكل كبير لسه يعني، مش فتره الاكتمال بتاعته بالذات كمان. تخيل بالك يعني هيبقى الماتش مثلا، هيبقى الماتش يبقى فيه مثلا كميه جماهير برضك نوعا ما، الماتش هيبقى قوي في حماس، هيبقى فيه ضغوط، فانا يعني ما تضمنش ايه، وممكن يبقى قوي جدا يعني. هي كلها سلاح ذو حدين، بس انت ما تحطش عليه الامل كلها، انت تحط على الناس اللي هي اتحطت في التجربه بشكل كبير، اللي هي عندها عايزه تثبت نفسها بلغه الكوره. فانا شايف ممكن خلي بالك احمد عبد القادر لو اشتغل ممكن يشتغل برضك الحته دي برضك، خلي بالك. صحيح صحيح. فلو جيت تتكلم انا عارف هتقول الناحيه الثانيه مثلا صحاب الحلول، الناحيه الثانيه مين؟ كنت لسه هسألك. لا ممكن يكون يعني اللي بتشوفه او كولر ممكن يعمل حسابه في ماتش ده، هل لعيب واحد ولا يعني كذا لعيب من وجهة نظرك كابتن؟ لا هو كولر طبعا بيعمل حساب للفرقه كلها يعني، الفرقه كلها عارف نادي الزمالك نادي صحيح كبير صحيح. طبعا، ده حسام عبد بس احنا المجيد بيجيب بنتكلم. اهداف يا كابتن مع نادي الاهلي وخلي بالك حسام عبد المجيد زي ما انت قلت كده يا فاروق، ده السنه اللي فاتت في بيكسب نادي الكرة الزمالك الثابتة. ماتشات مؤثره. فانا زي ما قلت لك في اول كلامي، الراجل فريرا يعني بيوظف اللعيبه في النقص العادي دي، فادته جدا السنه اللي فاتت اللي هو بيوظف اللعيبه في كذا مكان هو عايزه. صحيح. بتتكلم على كولر اكيد هيبقى عامل حساب طبعا، انت عندك ثلاث اربع عناصر موجودين في نادي الزمالك في الفتره دي هم في توب فورم يعني. مثلا جيت تتكلم زيزو في حته عاليه يعني، زيزو في حته كويسه جدا، عندك امام عاشور، دول اخطر اثنين موجودين في نادي الزمالك طبعا يعني، كشكل وكداء مقدمين بشكل كويس جدا، والتالت بتاعهم زياد الجزيري يعني، هم دول الخطوره كلها في المثلث الزمالك ده طبعا. وعنده بدلاء كابتن، حتى سامسون اللاعب الجديد ده البنيني لعيب سريع واحرز هدف في البدايه، ومصطفى شلبي دول لعيبه برضو يقدر يستعين بيهم، وبالتالي عنده دكه حلوه برضو يعني، هنا طبعا دكه حلوه وهنا دكه حلوه والدنيا تمام. عشان كده احنا متوقعين ماتش حلو بامر الله كابتن. ان شاء الله ان شاء ان الله شاء الله هتروح، كابتن. زي ما قلت لك الماتش هيبقى الناس متوقعش برضك ان الماتش هيبقى مفتوح، الماتش هيبقى مقفول بشكل كبير جدا. والله تتوقعه مقفول مش طبعا احنا عايزين يعني الدنيا تبقى كده كله انت عايز عايز يهاجم، اهداف، احنا عايزين انت عايز نستمتع، بس انت تنبسط لانه بتتكلم الكره سريعه في الماتش ده ده لكن ماتش بطوله يا فاروق، هتبقى فيه ففرير تخوف طبعا شويه. مش هيسيب الماتش بسهوله، فرير نفس الكلام، فهو هيفضل لحد اخر دقيقه طيب اللي زي ما قلت لك اللعيبه اللي السؤال عندها الاخير يا الفاروق. كابتن، السؤال الاخير يعني ايا كان مين اللي هيكسب مين هيخسر، مين اللي ممكن يستفاد من المكسب والعكس صحيح يعني لا يا فاروق ما النادي بعد الاهلي اللقاء، بس يعني لو مين جيت ممكن طبعا يتأثر بنتيجة اللقاء؟ ما حدش هيتاثر يا فاروق، خلي بالك هي بطوله، هي بطوله خلي بالك. مثلا نتكلم عن النادي الاهلي، راجل لسه جديد لسه بيشتغل، بيبتدي يعمل شكل كويس، بيعمل شخصيه، بيعمل اداء، فبالنسبه له المكسب ليه هتفوقه بشكل كبير جدا، هتوصله في حته عاليه جدا، وهتوصل الثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي بسرعه جدا. انت عارف المكسب جماهير الاهلي لما ياخد الثقه منهم
الموضوع هيبقى مختلف. فالواحد متفائل، لان بيتكلم على فيريرا طبعا مش هتاثر معاه في حاجه، الراجل اللي خلي بالك الفتره اللي فاتت واخد دوري، فبالنسبه له الموضوع بالنسبه له ما فيش مشكله يبقى يعني. الحاجة أكتر للنادي الأهلي قصدك من وجهة طبعا نظرك؟ النادي الاهلي هو اللي مطالب حاجه زي كده، مدير فني جديد بيعمل شكل جديد، بيعمل لعيبه، بيحاول ينفذ الفكر بتاعه بشكل مميز، فاكيد لما دي تجيله بعد الفتره اللي فاتت اكيد هتبقى مؤثره بشكل كبير، فهتعمل حاله معنويه بشكل كبير جدا موجوده في النادي الاهلي. مظبوط. اشكرك كابتن احمد، ودايما بنسعد بوجودك معانا في البريم. وكابتن احمد مسالم نجم النادي الاهلي الصالح.